شيخنا أحسن الله إليك، نعم. في حديث صنفان من أهل النار العن، وذكر في الحديث العنهن فإنهن ملعونات، كيف يكون ما في تعارض، ما في تعارض. احنا قلنا المقصود ليس لعن المعين، لكن لما اقول لعن الله المتبرجة فقط، لكن دون ايش؟ دون ان اعين. هنا الفرق، يعني الانسان يقول لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله على النامصات، لكن اذا رايت نامصة امامك او متبرجة ما تقول لعنة الله عليك. فرق انما نقول لعنة الله على الفعل على العموم، ولما نخصص، لانه لا يجوز التخصيص باللعن، لانه غدا ان تاب هذا اين تذهب باللعن؟ ها، اين تذهب باللعن؟ هذا هو المقصود الذي اختاره اهل العلم وقاله الشيخ بن عثيمين رحمه الله على 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 الجميع. ولذلك القران قال الا لعنه الله على الظالمين الى غير الى غير الى غير ذلك. وقال السفاريني واحذر غيبه ونميمه ولعن معين، ولعن ولعن معين. نعم، وهذا الحديث من دلائل، الحديث هذا من دلائل النبوة، وهذا صنفان ما راه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من فوائده أنه لا يجوز للمرأة أن تسوي شعرها كعكة. تشوفون النساء اللي تسوي زلقيت أختك ولا زوجتك ولا كذا مسوي شعرها كعكة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وزي ما رأيت من نساء كاسيات عاريات، يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاواه يعني يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة. الله أكبر، لابسة مش لابسة، ما لابسة مش لابسة، أو مظهرة مفاتنها في 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 لباس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث من دلائل النبوة له عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني مرئي الآن، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.